على انو حيط بدك على المراية؟ مو على الحيط، بدي احطها على السقف. بالسقف؟ فهمت عليك. اخي اذا بتريد خذ القياسات بسرعه وروح جيبها. يلا وقديش بدك حجمها؟ خذ القياس على مساحه التخت كلياته. خلي المدام تشوفها، بلكي يكون في عندها شي راي تاني. جات مشان الله نبهه للزلمة منيح، ما بدي اياه يجيب سيرة قدام حدا ويفضحنا. لا تقلقي حبيبتي، هو من برات الحارة ومستحيل يعرف حدا من الجيران. يا أولاد، أنا وأمكم في عنا خبرية كتير حلوة. قررتوا تاخدونا هالصيف على بودروم؟ لا. شو؟ طيب لكن رح تاخدونا على أوروبا؟ لا. الخبرية هي إنه أنا وأمكم خلص لغينا فكرة الطلاق، وبالتالي رح نرجع لبعض. بعد كل شي عملوا معك سامحتي؟ ليش بابا شو عامل معه؟ أخوكي قصده بيقول وقت اللي ترك أبوك البيت وراح، يعني هالمشاكل بتصير بكل بيت ونحن مجبورين نسامح بعض كرمال نضل عيلة وحدة. وأنا سامحت أبوكم ونسيت كل شي صار. بهجت؟ شو نحن أولاد صغار؟ خلص خليني أشوف. معلش حياتي، شو من حقنا نتسلى شوي؟ استني ليكي ليكي حبيبتي، رح أرفع إيدي وشعل الضوء، بس أصحك تفتح عيونك. ها؟ طيب لا تغشي، خليكي هيك. فتح ورق الجوري، طلعي لفوق. وبأصعب لحظات حياتنا بيكون الحب هو اللي بيعطينا القوة.